نظمت وزارة الداخلية المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابعي لمجلس وزراء الداخلية العرب. للعام الثاني على التوالي استضافت مصر المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بمشاركة عربية موسعة، وسبقه ورشة عمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، والتي شهدت تأكيدا على أهمية تفعيل دور أجهزة الشرطة في تقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمتأثرين بالتفكك الأسري وصقل مهارات الكوادر الشرطية للتعامل مع هذه القضايا باحترافية مع تكثيف البرامج التوعوية. احنا نشيد كل التجارب، خاصة التجربة المصرية، في تطوير كثير من المبادرات التي حرصت عليها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقدم إلى مصر بخالص الشكر والتقدير على تشريفنا بأن تستضيفنا للمرة الثانية وعلى التوالي في هذا المؤتمر، وهي أيضا ينم على الاهتمام البالغ الذي توليه مصر لحقوق الإنسان، وهناك اهتمام كبير في تطوير هذه الحقوق. أتوجه بالشكر الجزير إلى مقام وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية وعلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم ورشة اليوم اللي هي عن الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية. موضوع يقع في صميم انشغالات الأجهزة الأمنية، ومن هنا يزداد اهتمام الأجهزة الأمنية بالوقوف على أسباب التفكك الأسري وتداعياته الأمنية ومواجهة الآثار المترتبة عليه. المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، استعرض التجارب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ومنها التجربة المصرية التي لاقت إشادة كبيرة من الوفود المشاركة لمراعاتها الأبعاد الإنسانية في الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين والمبادرات الإنسانية ومنظومة الإصلاح والتأهيل، كما أشاد الحضور بتنظيم المؤتمر. طرفين اتفقوا أنهم يلتقوا بصفة دورية لمناقشة التحديات وتلمس السبل للتقدم إلى الأمام بمنظومة حقوق الإنسان في العالم العربي. هذا المؤتمر هو حلقة جديدة في إطار تعاون من أجل تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة في الجانبين، جانب المكلفين بإنفاذ القانون وزارة الداخلية وبقية المتدخلين من مؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان. أشكر وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية على حسن الاستقبال وحسن التنظيم، ونتأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تكون فائدة للدول وتعمم على جميع الدول للاستفادة منها في عملها الأمني. الفعاليات تضمنت عقد مؤتمر مشترك لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية للوصول إلى استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني. طبعاً احنا بنعرف أنه مسألة حقوق الإنسان هي بحاجة لتضافر كل الجهود، إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، والشبكة العربية بالتعاون مع وزراء الداخلية العرب عم بتحاول مشكورة أن تقوم بهالدور على أتم وجه. أنا تنشوف فيه هو ورش مهم جدا، خاصة وأن إصلاح المجتمع هو يبتدئ من سلامة الأسرة. بالتأكيد نقل الخبرات والتجارب الدول المختلفة في هذا الجانب ستعود بالنفع على الجميع، سنستفيد من تلك الخبرات في تعميمها على مكاتبنا في حقوق الإنسان في وزارة الداخلية. على هامش المؤتمر نظمت زيارة للوفود المشاركة فيه لمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان، حيث طلعت الوفود على مكونات المركز الصحية والتأهيلية والإصلاحية وسط إشادة كبيرة بهذه التجربة ورغبة في الاستفادة منها. يعني شفنا الإصلاح
والتأهيل الحقيقي. لما تتوفر الإمكانيات هذه بالمباني هذه ففعلاً النتيجة راح تصير جبارة، هذا اللي راح إن شاء الله ننقل صورته لدولة الكويت. وهذه تجربة نقول يعني بكل وضوح أنها تستحق الأخذ بها وتعميمها على مستوى الوطن العربي. انبهرنا بالإمكانيات والتقسيمات اللي موجودة جوا المركز. نتأمل في المستقبل أن يتم مشاطرة هذا التجربة مع باقي الدول العربية ليكون كاسترشاد نموذجي لباقي الدول. وأنا أرى أن هذا الصرح يحتذى به على مستوى العالم لكي نوصل رسائلنا لجميع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للتواصل مع حكومات دولهم لعمل مركز إصلاح وتأهيل على هذا المستوى الرائع. منتجات النزلاء هي منتجات أول شيء هي يعني لمسنا فيها جودة عالية، لمسنا فيها تنوع، والأجمل من ذلك أنه النزلاء اللي سألناهم جميعهم هذه المهن تلقوها داخل المركز، فبالتالي هذا أيضا يعني يحسب لمسألة إعادة التأهيل. انعقاد المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية جاء تأكيداً على الريادة المصرية في تطبيق المفهوم الإنساني في العمل الأمني، وفرصة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال تفعيلاً للعمل الأمني العربي المشترك. تقوم وزارة الداخلية بتطبيق المنظومة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويسهم في تأهيل وإصلاح النزلاء ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع بعد قضائهم فترة العقوبة. من مركز الإصلاح والتأهيل، العاشر من رمضان، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.